في جانب آخر، اعتمد رئيس إدارة شؤون المنتخبات الوطنية السعودية لكرة القدم الأستاذ محمد المسحل تعيين اللاعب الدولي السابق الكابتن خالد المعجل مديرا للمنتخب الأول، وبالتأكيد مشرفا عاما على الطاقم الإداري للمنتخب، متمنين للأستاذ خالد النجاح في هذه المهمة الصعبة خلال مشواره القادم المليء بالتحديات. هذا فيما يخص اليوم تعيين الأستاذ خالد المعجل. اليوم رسميا صدر القرار، وهذا الخبر جاءنا اليوم من لجنة الإعلام والإحصاء. سنتابع بعد قليل يعني بعض المعلومات عن الكابتن خالد المعجل خلال السنين التي قضاها في الوسط الرياضي. كما هو متعارف عليه، هو بدأ مع الشباب وكان هداف الدوري لموسمين، ومؤخرا التحق كمدير للفريق الشبابي منذ 4 سنوات تقريبا. الكريم، كيف تعلق على القرار؟ كيف ترى الاختيار؟ موفق؟ لا، اولا الاختيار موفق وموفق جدا الحقيقه. هو الكابتن خالد المعجل يعني تراه نجم كبير، وانتم ذكرتوا انه حقق هداف الدوري مرتين، ولاحظ انه حققها في وجود كبير الهدافين او هدافي اسيا والاسطوره ماجد عبد الله. نعم، والحقيقه لاعب مثل خالد المعجل يحقق الهداف مرتين، هذا يعني انه لاعب كبير. الشيء الآخر الحقيقة واللي ساهم في اختياره لإدارة المنتخب السعودي أو مدير المنتخب السعودي، أعتقد نجاحه بشكل كبير مع فريق الشباب. نجاح خالد المعجل مع فريق الشباب لا شك يرتكز على أمور كثيرة، منها أولا الفريق تحت إدارته حقق بطولات، الفريق تحت إدارته كان اختيار اللاعبين المحليين والأجانب متميز في نادي الشباب، الفريق تحت إدارته أيضا لم يعتبر نادي الشباب من أقل الأندية حدوثا للمشاكل سواء في الأجهزة الفنية أو في اللاعبين. كل هذه تؤكد أن الكابتن خالد المعجل هو خيار ناجح وهو الأفضل من بين الموجودين. نعم، شكل قيادة المنتخب السعودي، وأعتقد أنه متفق عليه نوعا ما، متفق عليه. لا، حتى سيرة الكابتن خالد مع نادي الشباب كلاعب أو حتى كمدير فريق لا شك تدعم اختياره لإدارة المنتخب، وأنا أعتقد من وجهة نظري أن اختيار موفق وسيواصل نجاحه مع المنتخب السعودي بالتأكيد. هو إجمالا الرجل خلوق، هذا نعم خلوق، وليس له أي تصادمات مع أحد ولا لا أي لا أذكر له تصريحات استفزازية الحقيقة كما يحدث من بعض مدراء الكرة أحيانا، وأيضا حتى لا ليس له أي تصادم حتى مع اللجان. يمكن ما يصلح حتى لبعض الإعلاميين هادئ. لا بالعكس. لا أهم شيء يكون التجاوب مع الإعلاميين لا شك أنها مطلوب. لا أقصد التصريحات الهادئة ما تعجب بعض الإعلاميين. لا هذا المطلوب، التصريحات الهادئة، لكن التجاوب أنا أقول مطلوب طبعا بالتأكيد. خاصة في مركز حساس والجميع عانى من الكابتن فهد مصبيح في الفترة السابقة بسبب مقاطعة الإعلام وعدم التواصل معهم.